بابا قوم ارتاح شوي، أنا رح ضل هون مع ماما. ما في داعي تقلق طول ما أنا هون عم اهتم فيها. أنا شايفة إنه مرضه عم بيزيد يوم بعد يوم، لازم أخده على الدكتور بأقرب وقت ممكن. اشرب مي. كيف بتقدر تنام بهدوء بعد ما طيرت النوم من عيوني؟ أنا ما رح أعرف نام وأنا مرتاحة إلا وقت هي رح تنام النوم الأبدي. نايمة ومو حاسة علي. ماما حبيبتي، شوفي أمريكا، أمريكا شوفي، شو صار لك؟ عادي عادي.